يعني بالحقيقة هي مسألة إجراء التعديلات الوزارية إجراء صحي، كل رئيس حكومة يجب أن يتراجع فريقه، أن يتابع فريقه، إذا ما حدث أنه شخص أن أحد أشخاص فريقه وأحد أشخاص كابينته الوزارية كان يعني مخفقا في بعض الملفات التي كان يجب أن يتم حسمها منذ فترات طويلة، ما عطل بعض أجزاء البرنامج الحكومي، فهو إجراء جيد أن يذهب رئيس مجلس الوزراء إلى تعديلات وزارية أو تغييرات ليتم المضي بإجراء يعني وتنفيذ جميع ما ورد في البرنامج الحكومي. نعم. بالحقيقة يعني السيد رئيس مجلس الوزراء لا يستطيع أن يعني يمضي بتعديلات وزارية لوحده، وهذا أمر طبيعي في النظامات البرلمانية. النظامات البرلمانية هناك مجلس نواب هو من يعني يصوت على هذه المسائل، ومجلس النواب بالتالي أيضا أمر طبيعي في النظامات البرلمانية ممثل بكتل سياسية. الواضح أن لا توجد هناك يعني إرادة قوية من ائتلاف إدارة الدولة مثلا لإيقاف هذا التعديل الوزاري، لعل هناك طرفا ما يعني يحاول عدم إجراء مثل هذه التعديلات الوزارية، ولكن الأغلب في ائتلاف إدارة الدولة يدعم رئيس مجلس الوزراء في المضي بأي خطوة تساهم بإنجاح برنامجه الحكومي. إحنا بالحكمة مثلا ما عدنا وزير في هذه الكابينة الحكومية، لم نشارك فيها، ومع ذلك نحن ندعم أي إجراء يقوم به السيد رئيس مجلس الوزراء في هذه التعديلات الوزارية، وأيضا نصمم على موقفنا بعدم المشاركة في هذه الكابينة، ولكننا ندعم هذه الحكومة وندعم الخطوات التي تقوم بها هذه الحكومة، وندعم أي خطوة تعزز يعني المضي وتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي ب يعني مشاريع الخدمات وتعزيز الواقع العراقي. ولعل هناك الكثير من الأطراف السياسية أيضا في ائتلاف إدارة الدولة تذهب هذا المذهب أيضا، وتريد أن يقوم رئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التي يعتقد أنها تسهم في حلحلة المشاكل والمضي بإجراءاته التي ينتظرها الناس، ولكن لن يستطيع أيضا السيد رئيس مجلس الوزراء أن يمضي بهذه الإجراءات لوحده دون أن يحوز على موافقة على الأقل أغلبية مجلس النواب الممثلة بالكتل السياسية الرئيسية، وهو ما يتم يعني استعراضه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء سواء في ائتلاف إدارة الدولة ومناقشته في الإطار التنسيقي وغيرها حتى يستطيع أن يحوز على الأغلبية البرلمانية. بالتالي هو السيد رئيس مجلس الوزراء نفسه كان خيارا يمثل الأغلبية البرلمانية وخيارا تم ترشيحه من قبل الإطار التنسيقي، وبالتالي الحكومة كلها تعتبر أيضا تمثل أغلبية برلمانية من ائتلاف إدارة الدولة، وهو بالأمر الطبيعي ما المنتج لهذه الحكومة عليه أن يكون صاحب الرأي في أي تعديلات كبيرة بهذا الشكل. ولكن نحن نؤكد وندعو القوى السياسية جميعا على الاستمرار بدعم هذه الحكومة والاستمرار بدعم توجهات هذه الحكومة، وإن كانت الحكومة ترغب بتعديل وزاري فنعتقد أنه يجب دعمها بهذا الاتجاه.